العديد من الأمور، ولكن أبرزها يعني الأزمة الاقتصادية الناجمة عن يعني فيروس كورونا، إلى جانب كيفية مساعدة هذه الدول القوية اقتصاديا، أقوى 20 اقتصاد في العالم، كيف يمكن أن تساعد هذه الدول النامية في هذه يعني في هذه الأزمة، أزمة كورونا، إلى جانب يعني مسؤولية هذه الدول بتمويل صندوق يكون من أهم أهدافه هو شراء اللقاحات، لقاحات نعم. كورونا، ومنحها للدول النامية. نعم، ولكن برأيك عمر، هل سيتمكن القادة المشاركين من إنجاح هذه القمة رغم كل الصعوبات الموجودة، أم أن استمرار الجائحة سيعرقل أي خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي؟ بالطبع هذه القمة يعني الدول التي تشارك في هذه القمة هناك العديد من الخلافات بينها، وأنت جئت على ذكر يعني مشكلة عويصة بين تركيا والسعودية، وهي المشكلة التي وهما البلدان اللذان يتنافسان على العديد من المشاكل، منها زعامة العالم السني، إلى جانب الخلاف في إسرائيل، في قطر، في ليبيا، في الإسلام السياسي، وأيضا في قضية خاشقجي. وأنا أريد أن أقول أن قمة العشرين هي من مهدت، إلى جانب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مهدت إلى يعني التقارب إن صح التعبير بين السعودية من جهة وتركيا من جهة أخرى. طبعا هذا التقارب الذي بدأ منذ بداية الشهر الجاري، حينما أرسلت السعودية عفوا مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في تركيا، وأيضا السعودية الآن تواجه مشكلة، هي يعني ظنت أن انعقاد مؤتمر العشرين لديها سيزيل تلك الفضيحة بين قوسين التي لازمتها إثر مقتل خاشقجي، ولكن على العكس قمة العشرين يعني جرت على السعودية العديد من الانتقادات وهذا يأخذنا المؤسسات الحكومية. نعم عمر، بما أنك تطرقت إلى قضية خاشقجي، واليوم نرى على أن هناك مطالبات دولية ومن جمعيات حقوقية لمقاطعة قمة العشرين بما أنها تنعقد في السعودية بسبب سياسة السعودية اتجاه معتقلي الرأي، وأيضا بسبب ما أسلفت مقتل خاشقجي، فكيف يمكن النظر إلى انعقاد القمة تحديدا في السعودية اليوم؟ نعم، قلت أن السعودية ظنت أن انعقاد المجموعة لديها سيزيل هذه الفضيحة عنها، ولكن على العكس جرى، وخصوصا وأنا أريد أن أذكرك أحلام أن لينا اللجين شقيقة المعتقلة السعودية قامت ب يعني دعت الدول المنعقدة، هذه الدول القوية أقوى 20 دولة كما قلت، دعتهم إلى الضغط على السعودية من أجل الإفراج عن شقيقتها المعتقلة في السعودية، وليس فقط عن شقيقتها، عن الصحفيين، عن المدونين، عن يعني معتقلي الرأي والسياسة. كل هذه الأمور وضعت السعودية اليوم في مأزق حقيقي، وهو المأزق الذي على ما يبدو دفع الملك سلمان إلى مصالحة يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأنه لديه ما يشغله الآن، لديه مشكلة عويصة بتواجد هذه القوى على أرضه، وهو بغنى عن مشكلة أخرى وعن باب شر، يعني نحن نقول عنه في اللهجة العامية باب شر آخر مع تركيا، وهذه جميع هذه القوى تريد اليوم يعني ليس لديها من الوقت أن تضيعه على الملف حقوق الإنسان في السعودية، وإنما سيكون تركيزها بشكل كبير على يعني الملفات المطروحة على قمة العشرين، بدءا من قضية المناخ يعني القضية الأساسية وهي أزمة كورونا. نعم، أشكرك زميلي عمر ربيع على هذا القدر من المعلومات.